فأنا ما زلت مصاب لازم ينزل عدد لنص ونص مع السيد عمرو. فأنا الحصة اللي فاتت لا تصطاد النص مشيت يعني من فيك يا مدير. فأنا عاوز يعني إن هتجيبه كده وأقول راحت لطيف يلخص القصة بالنص وأنا بساعده إن أنا خططته إيه الحاجات اللي بتتعمل. خد لي عنوان وخد الديتيل اللي هقولها بالذات بس يبقى خط جديد بحيث نقدر يبعت لنا مذكرتين اللي هي الأساسية اللي أنا عملتها وملخص الملخص عشان ما زلت عن خبرة 80 صفحة للسايكولوجي الكلام مش لذيذ قوي يعني لا صعب. ثاني قرار خدناه ان انواع الاتيك شويه انها اسهل وهنقول السيكولوجي هنقول الاتيكس في الاخر ما هي تبقى حصه يعني فهنبتدي سيكولوجي. طيب اتوقع مبتدئ تحت الجيت وار جنرال سيكولوجي. انا ممكن لانه اول صفحه او نص كاتبين سيمبلي ده ملوش علاقة وبالتالي اللي هيلخص أول صفحة أو نص دي ما يلخصهمش خالص. دي أسئلة فيها. طب تقول لي فرق أنت كتبتهم ليه يا ابني؟ تخيل لو أنت لقيت أول جزء اللي أنا مش كاتبه خالص هتتصور فيه على نص. أنا كتبته عشان خاطر تطمئن إن مفيش صف مفيش معلومة مش موجودة. لكن الذكاء يقتضي إن مفيش أسئلة زي كده. عمرهم ما يجيبوا حاجات زي كده. لذا مش سيكونش وعليه إنسان أمره أول صفحة نص ليش تعبيره خلاص؟ ليش تعب أول صفحة نص؟ أنا أديكم فكرة إيه اللي مكتوب فيه البداية هي الكونسبشن بس أنا أديني أول صفحة نص عشان يبقى عندك إحساس إن المذكرة اللي في إيدك مفيش كلمة ناقصة انما هل دليلك اول حاجه السنسوري سيستم ان ده وظيفته اتوقع اختلف ياخد الانفورميشن من اوتسايد انسايد ويوديها للنيرفس سيستم فالاحساس هو المسج انما الوقت معنى الاحساس هو ده المهم اللي هنقوله في الصفحه اللي بعديها اسمه كونسبشن. يبقى الكونسبشن هو المينينج اوف مسج دي مش مهمه ان هنقولها بعد شويه يعني قلنا اول صفحه نص للقلب ومش تعبير. طيب دلوقتي في 5 ستيبس سيل ادرو 5 ستيبس روتش تي نفع تعمل اول 2 ستيبس اخصهم لكم ان احنا بنحول الستيمولس الى اكشن تنشن. طب الستيب الثالثه هنقولها في ورك باك واي. الرابعة والخامسة نستقبلها الأول في الثامس وبعدين الخامسة نستقبلها في الفورمس. فبدي بس فكرة المكالمة مش علاقة بالقصة. النقطة اللي بعدها السبيسيفيك تيرم انرجي دي خدناها اللي هي المرة فلو فاكرينها؟ في الـ سي ان اس ان كل ريسبتور يعطي احساسا واحدا وان اختلفنا مؤكد حتى بدي نفس المثال لو انا هفضل في عينك او ده ميكانيكا لكن هنشوف ايه هو قارئ الوقوف بعز النهر ده مش في السيكولوجي ده. طب السنسيشن اسبكت اوف سيكولوجي الكلام خدناه في السي ان اس ان الانفورميشن بتروح في السيرفرال كورتكس عبر الثالث الحساب اليمين بروح شمال والشمال يروح يمين كونترا الجسم ممثل جغرافيا يبقى توبوجرافيا توبوجرافيا فاكرين كان في هنا بنحط الرجلين فوق الراس بتاعها والاريا اللي فيها سيكتور كبيره هتاخد مساحه كبيره ده مش سيكولوجي ده سي ناس.
الهيرنج. ايه تعريف الهيرنج؟ عباره عن ريبيتيتف فلكتويشن اوف بريشر ان ميديا. طب ايه تعريف الفيجر؟ الكترومغنتيك ويفز. الفيجر بيتميز بيقول لك ان عنده مستويات، يعني في رانس. طبعا احنا كنا خدنا في سيمبل وفي كومبلكس وفي هايبر كومبلكس ايريا. لما كنت قلت لكم واحده بتشوف فيها خط ثالث ومستوى ثالث، هم مش كاملين ديتيلز بس عشان تبقى فاهم. واحده بتشوف خط متحرك في مستوى ثالث، والهايبر كومبلكس اللي حتى ما كانتش مكتوبه عندنا بنشوف فيها خط متحرك في اكثر مستوى. وبعدين الكالرز كاملين الكالر الهيون هو الضايل اثناء الساتوريشن، التشبع بالبرايتنس اللي هو بيطلع كام خطوة في الثانية بالسنتي. كل ده الانتر اكشنز معيد يا شباب، بس احنا هنقوم على لازم نستديك وقالوا له ايه كام الكلام اللي هو سنسيتي اللي هو الحس المشترك. يعني ساعات تقرا كلمة تديك إحساس تاني، لما تقرا كلمة أخضر مثلا تتصور تجيله الأخضر، يعني تدي حق إحساس أخضر. ما أقول لك مثلا صوت عالي تتخيل إنه عالي، كلام فارغ. وبعدين الفونت اللي هي عبارة عن بتاعت كنت بحكي لكم فيها النهارده ان الانيمالز بتطلع هرمونات اللي هو هرمون الاستروجين، ويروح يشموا ذكر الزبرة اللي هو الحمار الوحشي فيعرف ان الانثى دي قابله للاصابه. ده في جانب اخر، اول صفحه ونص مش سايكولوجي خالص. طب انا مكتوب ليه؟ عشان ما تحسش ان اول دقيقه ماسك حته في المذكره، ان انا ما يجوش أنه يلخص الملخص مش هيكتبها. طيب أنا قلت للناس اللي جاية متأخر إن أنا لقيت إن عشان أحفظ كل كلمة ما أقدرش أعمل صفحتين ألخصه في أقل من صفحة، وإلا هسيب حاجات وده مش هيكتب لا يسرقوا ولا يسرقوا. فالناس دي ورقة هنسرقوا 80 ورقة. خلاص؟ ده كتير قوي سألوني أنا عشان أديهم السيكولوجي فور ذا كيس. 80 ورقه سيكولوجي هتبقى كارثه، مش هتعرف كلمه تحط ايدك عليها. فلابد نعمل حاجه اسمها ملخص الملخص اللي انا ساعدتكم في اول حصه دي انتوا ازاي تعملوا. وقلت لكم خاصه للزملاء الافاضل بيهمهم العناوين الاساسيه واهم تفصيله في القصه. فلازم تعمل. هو انا ساعدت اندرو ازاي؟ لاني قلت له ان الحاجات اللي انا حاطط تحتها خط هي دي ملخص. هو ده اللي هتستخدمه السيكولوجي. جستيشن هو التذوق، سوماتيك سينسز يا اما جايه من السكين يا البروبريسبشن. وما تنساش ان ضمن البروبريسبشن ان هو الاحساس بيديك البروبريسبشن احساس اجزاء الجسم بالنسبه لبعض، انما احساس الهيد فين سبيس في اللي بتقولي الاكسبيرال بريكس. ده مش سيكولوجي، كل اللي قلناه ده مش سيكولوجي، حتى لو انه ملخص خش من الصفحة ونص دي بلاش نبتدي بالسيكولوجي. خلاص كتبناها ليه؟ عشان لو ما تفاجئش انت الدكتور ناجي سايب اول ثلاث ورقات. بص يا كل ده كتبتهم لك مايند بليز، ما تطلعش وقتك اي حاجه في كل الوقت. ما تقراش حاجات بلاش ليه؟ مفيش سيكولوجي، ما تجيش اشتري الاسئله لانها مش سيكولوجي. تاني ايه الكونسبشن؟ الاطراف. هناخد موضوعين النهارده، الادراك البرسبشن والاتنشن اللي هو الانتباه بعد شويه. ايه الفرق ما بينهم؟ فوجئت ان زميلي فاضي مش موضح الفرق. اهم فرق حطيته لك انا ده مش في بس عشان تفهم ان البرسبشن without concentration يعني ادراك الشيء من غير ما اركز فيه، لو ركزت فيه بقى حاجه ثانيه بقى انتباه بقى اتنشن. يبقى ادراك بدون ما تركز برسبشن، تركز وتدقق في التفاصيل ما بقاش برسبشن بقى اتنشن. ديفينيشن، ما هو البرسبشن؟ مش ده السؤال برضه انا الناس اللي بيحضروا معايا النهارده اول مره بكتب لك فين السؤال ومنمره نظري واحد نظري اثنين فين الاسئله هتبقى عارف وانت بتقرا.
الperception انك تحول السنسيشن الى مينينج، معنى الاحساس. يعني حضرتك شايف letters حروف، بس الحروف دي بتؤدي الى كلمة تدرك معنى الكلمة، ده perception. انك تشوف الحروف ده sensation، تدرك ان الحروف دي بتشكل كلمة والكلمة ده لها معنى، ده perception. خلاص؟ يعني مثلا كلمة دي ايه؟ انا لو دققت فيها وقلت لي ناقصة تبقى ده انتباه، تبقى ده اتنشن، لكن تاخدها كده على بعضها دي اناتومي، ده البرسبشن. ما بتشوفهمش حروف، كلمة لها معنى بدون تدقيق. لو دققت لي وانت طالع الكلمة مش اناتومي لان في حرف ناقص، اتنقلنا من البرسبشن الى التانيه. حاجه تانيه، perception زي ما قلت لكم النهارده في قصه سي ان اس، كما كل حاجه في سي ان اس دي بارادوكس. بارادوكس يعني ايه؟ يعني اختلاف رهيب، عكس بعض. الادراك شيء بسيط جدا، ان احنا مدركين الاشياء اللي حوالينا، برغم ان هذا الادراك اللي بيبدو عمليه بسيطه جدا بيحتاج عمليات معقده جدا في المخ. زي ما قلت اي حركه ان انا عاوز امسك الازازه دي، ده سهل قوي قوي، عرض قدام الصبح. بس عاوز بروجرام كام عضله من عضلات الكتف والدراع والهاند هتشترك عشان تمسك الازازه صح وتجيبها. يبقى العمل يبدو بسيط، انما التخطيط له معقد جدا بالمخ، ده يسموه بارادوكس. انت الادراك انت مدرك ببساطه شديده، انما عمليه الادراك دي فيها تخطيط جامد جوه المخ، ده يسموه بارادوكس، يعني تناقض. العمليه سيمبل لكن ادائها كومبليكيتد. طيب وي بيرسيف ساينز، وي ريسيف ساينز اند بيرسيف مينينج. ساينز تو تايبس، اول حاجه سيمبل زي الاسم. بقول لك مثلا سيد اندرو هيلخص، يبقى فهمنا مين اللي هيلخص. اندرو يبقى مش اي حد، يبقى كلام واجه ليه هو، يبقى اندرو ده انا سيمبل. كلمه اندرو دي سيمبوليك ان هو ده الشخص، يعني لما تيجوا ما تلاقوش فيه مرخص هتمسكوا فيه مش هتمسكوا في بعض. ايه اندرو؟ فين المرخص؟ يبقى الاسم ده از سيمبل. خلاص؟ امال ايه السيجنال؟ لما اقول مثلا نار ده سيمبل، انما اقول ريت شوت سموك يبقى ده سيجنال اوف فاير، ده في حريقه. انت لو انت قاعد في بيئه شامم شياط يبقى لازم في حريقه، ده سيجنال اشاره. يبقى الاسم ده سيمبل، انما حاجه تشير الى شيء، الشياط يشير الى ان في حريقه، ده اذا سيجنال. تبقى عارف هذا الكلام. We perceive objects، الحاجات اللي بنرسيف، يعني احنا ايه الحاجات اللي بنستقبلها؟ بتشوف الاوبجيكتس، العلاقه ما بينهم، ان انت اقرب، الناس دي في الصف الثاني، الناس دي في الصف الاخير، يبقى مش بس بنشوف الاوبجيكتس، هو بندرك الريليشن ما بينهم. بنسمع الساوندز، وبعدين بندرك الايدياز، الافكار، الاستنتاجات، الكونكلوجنز، الكونسبتس، اللي هو التولز اوف ثينكينج. هناخد النهارده موضوع الثينكينج، ادوات الكونسيبت ده الفكره. هنبقى نشرحها لذيذه جدا. ده عمليه معقده، لازم عاوزه تعميم وتفريق واستخلاص المعنى. اللي يشرح سيكولوجي بدون امثله تبقى تهريب. يعني اقول لك مثلا الثدييات. هقولها بعد شويه في الثينكينج. الثدييات دي ايه الصفات المشتركه فيهم؟ ان كلهم عندهم عينتين واذنين ومناخير وفم، كل الثدييات كده. طب ايه الديفرنشيشن؟ في اسد كبير، في ارنب ثدييات صغير، فار اصغر، في واحد سريع، في واحد بطيء. يبقى ده التعميم وده التفريق. طب فين استخلاص المعنى؟ حاجتين عشان يخلوها ثدييات، تلك وتربع، ده اسمه ابستراكشن. عشان يبقى تبع الثدييات لازم يشترك في حاجتين دي، يبقى الحيوانات حاجتين يلد ويربى. يبقى الثدييات في ما بينها حاجات مشتركه، ده جنراليزيشن.
كلهم يعني ومجدين ونخير وفرد وحاجات واربع رجلين كلهم ده حاجات عامة كده، لكن في اختلاف في الحجم في العمق في السرعة في الشكل. انما ايه الحاجة اللي لو استخلصتها يبقى تكون ده ثدييات؟ عشان اقول لك الحيوان ده اقعد احكي لك عنده عندين وتعود بثدييات طير، انما عشان يبقى ثدييات لازم يبقى حاجتين جلد ملابس والكنسات. هناخدها بعد شوية موضوع مش جدا بس اديتك فكرة ايه هتاخده. طيب body images طبعا we perceive our body image، قلنا كل واحد حاسس بنفسه بدليل لما بيبوظ السوماتيك ارتفيشال اريا بنبقى حاسين ان احنا نص واحد بس مش مربوطين، حاسس ان انا نص واحد واستحمى انشف الجزء اللي انا حاسه ما انشفش التاني، سميناها حتى مين فاكر اسم المرض؟ مورفولوجيك خلل في ادراك شكل الجسم، المورفولوجي شكل الجسم ما كنتش عارفه. الحاجات اللي تبدو بسيطه انت حاسس روحك، انما في ناس حاسه بالصور بس يبقى ادراك خطا للجسم. المورفولوجي تنسيس تخليق الشكل غلط اماركو تنس، برغم العمليه كانت بسيطه جدا لكن تحتاج ايريز جوه سوق دي يعني تجيب الاحساسات ونربطها في اريا تاني. في بارادوكس في صعوبه بين الادراك سهل لكن عشان تدرك يعني ربنا عمل لها حاجات رهيبه سبحان الله. اول سؤال مهم فاكتورز افكتنج بيرسبشن نظري واحد. انا بقى في المذكرات السيكولوجي ما بكتبش مهم ومهم السؤال بس في الاخر خالص خلاص يعني الاول عشان اخليك تعرفهم كلهم فاكتب نظري واحد اثنين ثلاثه وهكذا. هو برضه من مهم السؤال عشان تبقى عارف يعني بقى كده في الاخر اقسمه لك مجموعتين عشان عارف ان في طالب انت امتحان هيجيله النار نفسي في الكتاب ده. الكلام مش سهل يعني كل سطر عاوز يعني لو مفيش سؤال ما تفهمش ايه من ايه اساسي. دلوقتي الفاكتورز افكتنج بيرسبشن حاجتين، في فيجرال فاكتور حاجه في الفيجر وحاجه في البيرسون. الادراك يعتمد حاجه في الاهتمام وحاجه في كده، يبقى في كمان عنوان اساسي اثنين فيجرال فاكتور اند بيرسون. طب نيجي الفيجر، الفيجر بتجيب بعنوانين بس في عنوان ثالث هو هيحطه اللي هو الريليشن ما بين الفيجر والباك جراوند، يعني ده فيجر جراوند اورجانيزيشن. يعني اديك مثال في هيصه في اصوات كتير بس انا مركز صوت واحد حاطط ودني مع واحد في اصوات ثانيه، يبقى بالنسبه لي هذا الصوت هو الفيجر الاصوات الثانيه الباك جراوند. عاوز مثال اوضح اهو اوضح مثال اهو هات بقى في صورة أنا أعملها لك في الصفحة اللي بعدها. أنت الصورة اللي هي بالأسود فاضية لو حضرتك اللون الأبيض اعتبرته هو ده الفيجر يبقى أنت شايف بازة بازة أو كاس بازة يعني هو كاتبها بازة. لو حضرتك اللون الأسود هو الفيجر يبقى أنت شايف اثنين بصين لبعض ويبقى اللون الابيض هو الباك جراوند. يبقى فيهم في تبادل ما بين الفيجر والباك جراوند، ده مثال حلو. هو بدي مثال تاني جنبيها جاي برضه برضه اللي هو لو نقلت الرسمه ايه دي عامله كيوب يعني مكعب، ممكن تتخيله انه على الصفحه وممكن تتخيله بره الصفحه عادي. انما المثال بتاع دي اسهل، الابيض فيجر يبقى بازا والباك جراوند اسود، الاسود هو الفيجر يبقى اثنين بسيط بعض. ارجع تاني بقى الصفحه يبقى الفيجر جراوند اورجانيزيشن. هو مدي الاول مثال بتاع النويزز اللي هو الضوضاء، انت لقيت صوت هو اللي حاطط ودنك معاه مالكش دعوه بصوت تاني زي تسمع صوت يبقى في ناس بتتكلم فاضيين اسكتوا بس ده مثال حلو. انت معظم الناس مركزه في صوت ثانيه، لو صوت ثانيه هو الفيجر والناس اللي بتعمل الهمهمه دي دول يعتبروا. لو انت حطيت ودنك مع اللي جنبك بيقول امشي بتين انا يبقى هو فيجر وانا باك جراوند. كل حاجه كده مجموعه اشياء اللي تركز فيها الفيجر اللي ما تركزش فيها هنعتبره باك جراوند. المثال الاسهل اللي هو خدناه اللي هو اليوفيرسال والايدج
الايمج المعكوس اللي هو الترنيشن. الترنيشن عن تبادل، ممكن ارص البازة او ارص الوجهين واعرف اتبادل ما بينهم. اقلب الصفحه خالص. تاني حاجه في الفيجر جروبينج اوف ايتمز. ان في الانضباط بنحب نعمل تجميع للايتمز، ما نحبش نشوف الاشياء منفرده، نحب نشوفها مجموعات. نشوف الحكايه دي بصوره مجموعات. جروبينج ايلمنتس توجذر. ودي بتحصل بصوره اوتوماتيكيه. اسمها جيستالو. جيستال دي كلمه في الالمانيه معناها خنفيجر، شوفوا مع بعض. يعني اديك مثال. يعني انا هرسم كده اهو. عمرك ما تشوفه بدون ست دوائر. هتقول انا شايف واحده اثنين اثنين واحد. يبقى تمالي بتحب تحطهم في الجروبس. ايه الخاصيه اللي انا خليتك تشوف دور اثنين دور اثنين واحده اثنين واحده شويه؟ اسمها proximity التقارب. اكتبها بالعربي جنب كلمه proximity التقارب. يعني تشوف الحاجات القريبه مع بعض. طيب نيجي السيميلاريتي. طيب ايه رايك كده؟ اهو. يبقى هنا انت لو قلت لك بص على دي قلت لك ما تركزش هتقول لي شايف 4 اكس واربع دوائر. يبقى هنا مين اللي غلب؟ التشابه السيميلاريتي. مع ان دول عرب. يعني ما حدش منها شايفهم اكس ودايره واكس ودايره واكس ودايره وحد بيعمل كده. هتقول اربع اكسات واربع. طيب مين العامل اللي خلاك تشوف 4 اكس واربع دوائر؟ اسمها السيميلاريتي. نيجي نمرة ثلاثة الكونتينيوتي. بمعنى لما اقول لك شايف ايه هيقول لي خط مستقيم وخط منحني، مفيش حد هيقول لي انا شايفهم كده وشايف كده. يعني انت بتحب تاخد الخط للاخر كونتينيو الاستمرارية، لكن مش هتقول انا شايف زاوية فوق وزاوية تحت، مفيش حد يقول عرض لا. خلاص؟ اللي قال هيبقى في عرض. طيب حضرتك شايف ايه؟ دايرة. هي مش دايرة لان في ديفيشن دايرة. يبقى بنحب نعمل كلوجر نقفل الاشكال. كلوجر الانخراط. اكتبها اكتب بالعربي عشان مش عاوز ترجع بقى ايه بتقعد تتعب الليل عمال تطلع معنى كلمات. دي اسمها كلوجر. نيجي الكومون فيت. ايه الكومون فيت دي؟ moving in the same direction with the same speed زي بال كرونوغرافرز. عارفين انا احسن مثال ليها؟ لما بنقعد في الملعب وبعدين تلاقي الجمهور يقوم وبين يقعدوا وبين يقوموا وبين يقعدوا فيجي لك احساس ان في ويف ان في ويف ماشي. ده احسن مثال هنا للكوبل فيت. ازاي؟ ده بيعملوها في الدانسينج بقى ساعات بقى بس على مستويات ارفع لما نروح نحضر حفله رقاصه بقى يتحركوا مع بعض بحيث بيديك اشكال ودول يوقفوا ودول يقوموا ويتكأنها زهره وبعدين يناموا تاني انسهم. ده الفكره. فانت بتشوفها كجروب ما بتشوفش كل واحد لوحده ده وطه ده وقف ده مش العرب ده. بتشوفه كله ماشي في اتجاه واحد. انا ما بحبش العرب ده الكتب فين؟ نيجي السينكرون اللي هو يعني ال حاجه سينكرونايز يعني تزامن. برافو عليك. يعني انت لقيت عربيه فجاه فرملت وصوت انفجار. ايه الاحساس اللي يجي لك؟ العربيه عملت حادثه يعني ممكن الانفجار ده في حته ويكون في العربيه لحاجه تاني بس انت تحب تجمعه مع بعض. تزامن ايقاف الوقت العربيه مع صوت بعدين كاتش يديك حاجه ان الكسر ده حصل في العربيه، مع ان مش ده اللي حصل، هي بس فرملت وحاجه راحت عامله صوت. فانت مخك ادركهم مع بعض، بتحب الجروب. نعمل جروب نجمع الاشياء، تزامن، تفهم. كومون ريجن. يعني هديك مثال اهو. لو انا قلت لك بص للرسمه دي هتقول لي فرقتين وفرقتين، مين اللي غلب؟ التقارب. لكن لو انا عملت لك كده هتشوفه بطريقه مختلفه. دايرتين جوه دايره
الاولاد لا يجدوا عدد. يبقى ايه هنا دي اسمها بوند ريجن. كنا نرسم على الهرم تحت عشان ما تفكرش. يبقى انت لو بصيت الرسمه دي هتقول انا شايف دايرتين جوه دايره ودايرتين بره الدايره. يعني لو حطيتهم من غير الدايره دي من غير كومن ريجن حطيتهم كده بتشوفهم بطريقه مختلفه. كده بتشوفهم ازاي؟ بتشوفهم دايرتين دايرتين. يبقى في الرسمه دي مين اللي غلب؟ الادراك مين اللي غلب فيه؟ التقارب. انما دي فهم نفس الرسمه، لا تقول في جوه الدايره اثنين وبره الدايره في اثنين، يبقى اللي غلب الكومن ريجن انهم في منطقه واحده. وبعدين اللي بعدها بعد كده كونكتدنس يعني الاستمراريه اهي بالطريقه الثانيه. برضه دول هتشوفهم اثنين ودول اثنين. حلو كده؟ لو انا وصلت دول كده هتشوفهم ازاي؟ دائرتان متصلتان ودائرتين مش متصلين. يبقى الاتصال. المهم نخلص من هذا الكلام ده يا شباب بان الانسان يحب يدرك الاشياء ان جروبس مش انديفيدوال، مش كل حاجه لوحدها، يحب يشوف الاشياء مجتمعه. عشان تحفظ الكلام ده بقى هيساعدك في امره ازاي؟ هيكتبك الاتي بروكسي التقارب، وهيكتبك جنبيها كلمه واحده كلوز اب يعني حاجات قريبه. سيميلاريتي هيكتب لك في الملخص كلمه واحده سيميلار حاجات من شكل بعض. وبعدين كونتينيتي الحاجات اللي كونتينيوس مع بعض. انا قلت هذا الكلام انا طبعا مش بألزم السيد قال له، انما انت عاوز قال له طلع جد وما عملتوش انت هتعمل نفسك اديك علمتك هتلخصها ازاي. انا ساعدتك في المذاكره مش بس لخصت لك قلت لك ده دلوقتي دي كلمه مميزه. كلوجر فورم كومبليت اوبجيكت ده ملخص حاجه نفسك فيها في الدايره ما نفسكش تشوفها دايره مفتوحه. انشرها. يبقى خدوا بالكم بصوا يا شباب هذا الكلام از نوت ايزي شكله لذيذ وانا بقول لما تسالني انا بعلمي ايه زي ازاي نزيد استبدالها بالسيكولوجي اللي هم زي بيقولوا ازاي انتوا سيكولوجي بيست على ان انا كل حاجه متسجله في عقلي بيقولوا ايه. انما انا بقى اليوم فاكر ان الكلام ده مش سهل لازم تقراه مره والثانيه والثالثه عشان ينزل. مش سهل تفتكرهم ثمانيه فتقعد تسمع كده بروكس سيميلاريتي كونتينيتي كلوجر كومن فيل اند سو اون ثمانيه بيقولوا قبل الصفحه بره. لسه في الفيجر في perception of location and distance. احنا الحياه عندنا 2D and 3D. لما بنبص لاي صوره فيها بعدين، لكن في الحياه احنا بنشوف كام بعد؟ ثلاثه. قال لك بعدين دي سهله جدا انك تشوف مين ليفت ومين رايت. سهله في اي صوره ده يمين ده مثلا دي تو ذا ليفت دي تو ذا رايت اند سو اون. هنا الكلام ده فوق ده تحت. سيربرايزنج مما ياخذ يعني الحاجه اللي تاخذ التعدد ان الايمج في الريتنا بيتكون تو دايمنشن. ده الريتنا اهي الصوره بتاعتكم اتكونت في عيني تو دايمنشن ايمج ومع ذلك انا بقى مدركها 3 دايمنشن. تيجي جاوبناها على فكره بالسبيشال سنس ازاي بقى بقدرك 3 دايمنشن بادراك البعد والدبس وقلناهم فين؟ سبيشال سنس. اول حاجه الاوكلوجن يعني ان القريب بيخفي البعيد يبقى 100% انت قريب واللي وراك ابعد يبقى ده اوكلوجن. الريلاتيف سايز القريب بيبان كبير حاجات قريبه بتبان كبيره والمرات البعيده بتبان صغيره صح. يبقى السايز بيساعدك في ادراك ان في قريب في بعد جوه الصوره. الصوره مش بس تو دايمنشن فيها كام دايمنشن؟ 3. ادراك البعد ده نمره واحد بالاوكلوجن. الاقرب اخفى الابعد. الاقرب اكبر الابعد اصغر. الهايت ان فيجوال فيلد يعني زي ما انا واقف كده لو انا الصوره بتاعتكم كده مع ان انتوا قاعدين كلكم مستوى واحد
المعادي بينه هايق الديفيجن فيه يعني اعلى وبعدين كل ما بنقرب البعين بينخفض في فيه. ودي مهمة في الرسم ازاي لما ساعات رسمة تبقى دقة شديدة جدا تدينا الانطباع عنها 2D انها رسمة مجسمة لان تم مراعاة كل نوع فيها اللي هو مراعيها ربنا اوريدي في الايمج بتاع الريتنا. يماشي ان صورتكم دي على الريتنا 2 ايمجز بس انا شايفها مجسمة جدا لانها بصناعة الخالق. ازاي انا بحس ان في ناس قريبين وناس بعيد؟ ان القريبين مخبيين بعاد ان القريبين ربنا رسمهم كبار في الريتنا انما البعاد صغيرين. ان البعاد مع ان كلكم في مستوى واحد باينين البعاد اعلى في الصوره والاقرب اوت يبقى الرايت فيجن فيه. الليديان برسبشن لما بيجي واحد بيرسم قضيبين سكه عليك كده متوازيين في الاخر بتلاقيهم في الصوره حصل لهم ايه؟ الباقيه. لكن خدت هذا الكلام. وبعدين التكشر جريدينت ان التفاصيل بتبقى هيزي كل ما الصوره بعدت الديتيلز التكشر بتاعتها بتقل وتقل بقى الحاجه اللي واضحه قوي قوي. حتى لما راجل بيرسم لك صوره كبيره فيها ناس كتير يرسم لك اول ثلاث اربعه الديتيلز واضحه بعدين عاوز يديك ان في ناس وعاد يرسمهم لك بديتيلز اقل. فدي من الغرائب في البرسبشن كل ده بيثبت حاجه واحده وان كان ان البارادوكس بتاع البرسبشن ان الادراك سهل لكن تحقيق هذا الادراك السهل عمليات معقده جوه المخ. اديك شفت كيف تدرك الصوره المجسمه كلام لازم يتعب مره والثانيه والثالثه. خلصنا الفيجر والباكتور ثلاث مجموعات قلنا الاول مين الفيجر ومين الباك جراوند كل في الصوت في الرؤيه اللي ياخد انتباهك ده الفيجر اللي حواليه ده الباك جراوند. وساعات يحصل قلنا الترنيشن يعني بص الاسود الله الاثنين بيبصوا لبعض بص الابيض ده باظ زي ما شفنا. تاني نقطة خدناها ان احنا الجستالو اللي هي الالمانية ان احنا نحب الجروب الايتمز حسب التقارب حسب التشابه حسب انهم في كومن باوندري حسب ان في اتصال انفعال فده مفهوم. فدول كويس قوي صدقوني هذا مش سهل تعيد مره واثنين ثلاثه زي ما قلت لكم. تروح الساكونجي ملوش مده الساكونجي اخر نص ساعه في اليوم تقعد تتسلى في الكلام تقراه تكلم تقراه تكلم لحد ما يشوفك الاسبوع اللي بعده لحد ما يستلزمك لان ما بيزعقوش. ثالث حاجه البرسبشن ابلكيشن اند ديستنس ال 2 دي سهله جدا دي مين دي شمال دي فوق دي لا انما ال 3 دي دي تعتمد على ثلاث برسبشن اللي هو القريب يخفي بعيد اوكلوجن القريب كبير بعيد صغير ريلاتيف سايز الديتيلز القريب واضحه هنا مش واضحه لما يبقى حاجتين بارلل هيتقابلا في الاخر. الصوره برغم ان كلكم في ليفل واحد البعيد يبان اتغير ليفل في الصوره والقريب يبان قال اللي هو ليفل الهايب الحكايه دي. Now we come to personal therapy. بنقول ده سايكولوجي أو صفحة ونص اوعى تحفظه مش سايكولوجي ما بيجوش كلينيك. Personal factors ست يبقى الفيجرال فاكتور كانوا ثلاثة كل واحد فيهم لسه كانت لسه منهم ثمانية واللسة الثانية ستة زائد اللي هي الانفورميشن جروب مع الفيجر اوعى فهمت ده كل ده سؤال واحد. أهم حاجة في السؤال نقول الايتمز تبقى كاملة. العنوان وأهم تفصيلة معاه أهمه العنوان وأهم تفصيلة. بيرسونال فاكتورز أول حاجة المود المزاج الايموشنز المود افكتس البرسبشن. الشخص الحزين ذات بيرسون بيجيلك سام ستيمولاي أو بيرسيف ذم از باد يعني انا حزين اشوف وفي ورد اقول ده رحيمي جنازه انما انا سعيد مبسوط وفي ورد انا رحيم فرح يعني اي بيسيب الورد حسب المود بتاعي لو حزين الورد ده بتاع جنازه لو مبسوط الورد ده بتاع ودي فرح حبل فرح يبقى المود بيأثر. هابت اند فاميلاريتي زي ما قلت لك اهي دي احسن مثال انت متعود على كلمه ايه؟ اناتومي فشفتها اناتومي معناها مش اناتومي يو بيرسيف ات از اناتومي لان الكلمه دي
مطلعه روحك. فالاناتومي دي اناتومي، فهي مش اناتومي. خلاص الستاتيك فاكتور اكتب لي المحببات. يعني ايه؟ الواحد كده يبقى ماشي في الشارع كده يشوف حاجه حلوه قوي. عربية مش الكورة، عربية وبين ايد في الارض مش في الدماغ. فطبعا تاخد انتباه الشارع كله، كل الناس شاف العربية. واما العربيات التانية ما تاخدش انتباه لانها مش حلوة. بنفس الجمال الستاتيك فاكتور الجود فورم البليزر فورم ياخد انتباه الناس مش الحاجات اللي مش قد كده. يعني اديك معزه الانترست انترستنج ستيمولاي الاهتمامات. ندخل مول البنات كلهم يجروا على الملبوسات، شوفوا اللبس يحبوا اللبس ده طبعا. اما الولاد يجروا يحبوا الالكترونكس، يجروا بقى على الحاجات بتاعت الهاي تك الكمبيوترات والحاجات الاجهزه الصوتيه. يبقى كل يبقى في المول كل واحد يشوف اللي عاوز يشوفه الحاجه اللي مهتم بيها. انت اهتمامك في ايه في الحياه؟ لما تدخل اي مول تلاقي نفسك ايه اللي خد ادراكك الحاجه اللي انت مهتم بيها. صح؟ النيت لو انت جعان وماشي في الشارع مخك كله رايح لايه؟ لماكدونالدز وكي اف سي ومؤمن. حتى المثل يقول لك ايه؟ الجعان يحلم بسوق العيش. صح؟ جعان صح. يعني تخيل واحد جعان جدا وواحد زميله طلع مثلا كراسه، مش مشكله انت بطلع ساندوتش يخرب بيتك. في كل دول هياخد انتباه هو النيت. يبقى النيت بتاعك والبرسبشن الاحتمال. صح. منتال سيت اللي هو التهيؤ الذهني. هنا كان في مثال يناسبهم بقى، ان انت قاعد في المحاضره كان في اصوات بره المحاضره بس انت جاي تحضر المحاضره، يعني انت مركز في المحاضره مالكش دعوه بيك اليمين اللي بره، يعني اللي بره مالكش دعوه. منتال سيت يبقى دي فيجرال فاكتور. يبقى كام فيجرال فاكتور؟ سته. مود يعني المزاج، هابت وفاميلاريتي التعود، اثليتكس الحاجات الحلوه البليزنت هي اللي بتاخد انتباهك، انترست الاهتمامات انت بتحب ايه؟ فما تدخل اي مكان الحاجات اللي تحبها هي اللي بتاخد اهتمامك. خلاص اللبس بلاش الملبوسات تاخد. خلاص اما الولاد الالكترونكس اند سو اون. وبعدين النيت، انا عطشان يبقى ماشي في الشارع بدور مين بيبيع ميه؟ مين بيبيع حاجه ساقعه؟ جعان في محلات الاكل، مش شايف محلات اللبس اني جعان، انا عاوز بدور على الاكل، فبرسيب الاكل بس. وبعدين انت لسات التهيؤ، انت الوقت معين انك تسمع سيكولوجي. خلاص ما تسمعش اي حاجه تانيه من سيكولوجي. نيجي بقى، ده كان سؤال نظري من واحد. السؤال ده لازم يكتب في 10 مينتس. كل برنامج ازاي تكتبوا في 10 مينتس؟ العنوان كلمه النهارده انا ما قلتش 10 ساعه. ازاي تكتبوا في 10 مينتس؟ ما ينفعش ده. انتوا خلاص انتوا اذا سيمبل. ايوه خلاص. انما الملخص لما يجي ده اذا سيجنال ان اندرو عمل الملخص. صح. سيجنال ان اندرو جاب الملخص وصل. ابنورمال اور فولتي بيرسبشن الادراك الخاطئ. ده انا عشان ما نفرش عدد الاسئله لان بعد كده هيتسالوا 50 سؤال برضه. فكتبت نظري اثنين منفرد. يعني ايه؟ ما يجيش لوحدي. في اربع انواع من الادراك الخاطئ في الدنيا: الوجن خداع، هلوسينيشن الهلوسه، كاموفلاج اللي هم ما كتبوهاش لقيتها مش كاتبينها اللي هو الاخفاء والتمويه، و الديجا مو فينومينون اللي هي ظاهره ظهور المجتمع. هم كتبوا ثلاثه منهم بس هم اربعه. الحياه هم في اربع انواع من الادراك الخاطئ. يبتدي بالالوجن. في اسئله مهمه جدا، ده هنكتب عليهم هنا والسؤال في الوقت. لا خدوا بالك اللي شايفها ما تاكلش على قد عمره ما فاهم، ما تحطوا روح على بعض. الالوجن الخداع اهم كلمه هقولها ايه؟
faulty perception ادراك خاطئ of an external stimulus. يعني انت هتركز لنا في الكلوجر ان انا ادراك خاطئ لمؤثر خارجي انها في الهلوسه faulty perception بس مفيش خالص مؤثر. ده في فرق كبير. الخداع انا خدعت بشيء موهوم. خدعت بين الهلوسه خدعت بشيء لا وجود له. يعني اهم كلمه في الديفينيشن دلوقتي من الواحد بتاع اللي في الالوجن في اكسترنال ستيمولس، لكن لما نيجي اللي بعدها الهلوسه ونعم الاكسترنال ستيمولس. فدي نقط مهمه فانا حاطط لك خط عشان تعرف الملخص بتعمله ازاي. طيب تعال نشوف اسباب الخداع. في اربع اسباب الخداع. انا عايز اقول لكم حاجه يا شباب، انت مش ملزم تقول المثال اللي هم قايلينه. يعني اي مثال لو فهمت الموضوع طالع على ذهنك اكتبه. وهدي مثال فيزيكال كوزز. هما بيجيب مثال غريب قوي، ان مثلا يقول لك ايه لما تبص في المرايه وترجع لورا بتتصور ان الايمج بتاعك هو كمان بيرجع الناحيه الثانيه، بيتحرك ورا المرايه. مع ان اكشوالي الايمجز مش بتتحرك ورا، بتتحرك على سطح المرايه، مفيش ايمج ورا المرايه. الصورة على المرآة، بس أنا ما بمشي كده بيجيلي انطباع إن الصورة بتصورها إيه؟ بتتحرك خلف المرآة، أنا ببعد كده هتبعد الناحية التانية، هي لا تتحرك خلف، هي تتحرك على المرآة، فهذا خداع ديتو فيزيكال كوز. عاوز مثال تاني غير اللي هما بيبقوا لو أنا أكلت حاجة حلوة وبعدين بعديها شربت قهوة، أحسها طعمها إيه؟ مر. يبقى لما تاخد كوفي أفتر سويت لوكس أو هيبان هو بيتر. اي مثال يجي لك يعني مش لازم تلتزم ان هم كافيين. ادي مثال او ده نوع من انواع الخداع بسبب الهدف والفهمات. انت متعود على كلمه ايه؟ انا كنت شفتها انا اقول لك حاجه يابا كلمات بتبقى ميس سبيل يعني مكتوبه السبيل بتاعها غلط. وحتى لو قلت لك طلع لي السبيل الواقع لو شفت بسرعه ما تاخدش بالك منها لانك بتقراها بالتعود على الكلمه اللي انت شايفها. طب انا اقول لك حاجه لطيفه جدا في الحاله دي. ازاي الناس بيستخدموا الالوجن اللي هو الخداع؟ انا مثلا في جهاز باناسونيك خارجي صح؟ قوم واحد يروح يطلع نفس الجهاز وشايل حرف من الكلمه وابدا تلاقيه خير تنفذه ونرجع وبعدين يجي يقول له في النص يا خرج ده مش باناسونيك ده باناسونيك شايل ايه هنا؟ يابا كلنا تلاقي حاجات كل ماركات تجاريه هم عارفين ماركه مشهوره اللي هتدفع عليها فلوس يكتب لك وبعدين ما يقدرش يقاضيك لان هو ما كتبش نفس الكلمه. العيب عليك انت انت خلاص؟ خد بقى لو دققت فيها في الاسباب وده اللي يجب تعمله ده اسمه اتنشن. لسوء الحظ مين الاسهل في استخدامه؟ البرسبشن. فاحنا بنشتري ما بندققش الكلمات، لو دققت تصير نوت برسبشن. This is attention. Please لما تشتري بقى هتستخدم انا واحد فيهم attention انت الروح هو متعب اكتر زي ما بنقول attention متعب عن perception بس يا اخي خداع كثير. يعني هما بيستخدموا ده واحنا بنخدع كل يوم نقرا كلمه السبيلنج بتاعها غلط اننا واخدين على الكلمه صح. Set an expectancy التهيؤ والتوقع. السب قال له لا مفيش تلخيص. قاعد مستني تليفون مهم. يعني تليفون مهم قوي قوي قاعد مستنيه خلاص يعني يوصل تليفوني يضرب مستني فجأة ضرب جرس الباب راح رافع التليفون. هو مش مهيأ لجرس الباب هو مهيأ لإيه؟ للتليفون. ده سيمبل اكسبكتيشن. ذا بيلتون مي بي بيرسيفد از ذا تليفون ليت. إن أنت مش مستني الباب أنت مستني التليفون. نيجي بقى خداع due to unanalyzed total impression. يعني خداع بسبب المفروض تكتبوا كل اللي معاهم بيقول لي. unanalyzed يعني انطباع عام بدون تحليل، ده معنى الكلمه. انطباع عام بدون تحليل، انا عملت حاجه جميله قوي اللي هي في اول صفحه. بص بقى هات اول صفحه دي. تهديني رسمه جميله جدا. جايبها من كتاب سجلتي عندي فيها. خط A وخط B ده هما طول واحد بالظبط. لكن في كل رسمه هتديك ايحاء ان A اطول من B.
بص كويس لو دققت فعلا ايه قد بيه. لكن انا عملتها بطريقه بتديك خداع، مش انا اعملها، لا انا جايبها من كتاب عندي كتير تكست بوك سايكولوجي. ده ممكن خداع يبقى اعمق من ذلك ان انا ما اعملش. بص للرسمه اللي تحت تديك الايحاء من الرسمه، وده خداع رهيب. ان مين حجمه اكبر، اللي قدام ولا اللي ورا؟ اللي ورا. اللي ورا سيربرايزنج في هذا المسطره هما بالظبط نفس الحاجه، بس ده نوع من الليوجن الرهيب ده اللي بيستخدموه في المسارح، ان يديك ايحاءات لحاجات كبيره وحاجات صغيره وهي توتال ايلوجن خداع. في ما هو موجود بس ده بس نوع من انواع الخداع الصعبه جدا. الفراس بقى كانت من الواعي اللي ورا كبير جدا واللي قدام صغير. فلما حقيقه الامر هما الاثنين نفس الحاجه. يبقى هذا النوع الرابع من الخداع، خداع بسبب انطباع ذهني عام بدون تحليل. Unanalyzed total impression. السيكولوجي هنذاكر ازاي؟ هتقول الموجب اهم حاجه فيها. Multi perception of ad experience. الاربع اسباب. Physical cause. يبقى زي قلت ان القهوه بعد الحلو بتبقى مره. Habit and familiarity. ان انا متعود على السبين بتاع الاماكن. او خداع زي ما قلنا بسبب unanalyzed total impression، انا ما بحللش الرسمه. او خداع الرابع ان انا مستني الاكسبكتيشن، جرس التليفون اللي ضرب جرس الباقي. يبقى في كام نوع من الخداع؟ اربعه. ده في واحد سؤال نظري، ده حلو ال 10 دقايق. ما فيش 10 دقايق ده حلو. تعالوا بقى ناخد النوع الثاني من الخداع اللي هو الذهاب الرؤيه المسبقه. دي ما بتجيش غالبا ما بيجيبوهاش. اللي هو ساعات يجي لنا احنا ايحاء ان الواحد شاف من شخص قبل كده، شاف المدينه دي قبل كده. خلاص اهو. توجد فاميلياريتي تو فيجوال نيشن. دي سببها حاجه اثنين. حاجه طبيعيه بتحصل في الادوليسنس اللي هم زي احنا الكفار المراهقه. او لخبطه في التمبرال لوب. ما كتبش زميل فاضل مش معنى التمبرال لوب فانا كتبتها بين قوسين لان هو مش شايفها، لان الميموري مرتبطه بالتمبرال لوب. دي لخبطه في الميموري، انت تقلق انك شفته قبل كده وانت مش شفتوش. ده لخبطه في الذاكره. انهي لوب هو بتاع الذاكره؟ المدرسه. وليه ربنا حقق التمبرال ليه؟ تعرف بتاع الود في نفس الوقت، الذاكرة قلت لكم مليون مرة أحسن ما تكون السمع. خلاص هات لي أغنية سمعها لي هتذكرها إن يو تايم. إنما اقراها ما تعرفش تذكرها، إنما سمعها بس اسمع الأغنية مرة واحدة. تلقط نصها. عاوزك تغني السيكولوجي. اليوم خلاص معايا اليوم في نهاية. عن تصحيص في نهاية بقى مش هتديها في اليوم. وبصوت على فكرة عنده بيضرب عليهم كويس قوي. عاوز بقى انا قلت بالأمانة يعني طالب قلت ممتاز. عاوز المرة الجاية ليك اديني وصل قبل ما ابتدي. معايا؟ ولا ليه ربنا حط الذاكره في التمبرال هو نفسه بتاع لو اتلخبطت التمبرال لوب يتهيأ احنا بنشوف واحد الذاكره اتلخبطت. دي حاجه مرضيه او طبيعيه في الادوليسنس. في هنا بقى في سيري بس معقده مش عاوز اخد حاجات كتيره عشان عاوز احكي معقد لسه في كلام جميل قوي عندي التجارب عليه وحاجات هو مش كاتبها. الصوره بتوصل تو بروتيسيس. في الادوليس لسه الاوبتيكال باث واي مش مفهوم انف، فبيوصل صوره قبل صوره جزء من الثانيه. جزء من الثانيه فبتدي انطباع اوف سين بيفور. انت شفتها قبلها بس جزء من الثانيه. ده من الادوليس بس معناش كتير اللي هو كان التمبرال لوب مش كاتبين ليه؟ بس انا كتبت لك عشان ده بتاع لو ده ما بيجيش هو بيجي الهلوسه بقى. ايه اهم حاجه في الهلوسه؟ ملتي بيرسبشن ادراك خاطئ. No external stimulus. يبقى الإلوجن أهم حاجة في الإلوجن إدراك خاطئ بالصور لمؤثر في ستيمولس. ده إلوجن ده خداع. إنما إن أنا أشوف كلمة لو قلنا لها ده هلوسة. خلاص؟ كوزس. في هلوسة طبيعية وهلوسة باثولوجية.
يعني في انواع من الهلوسه نورمال and experimental conditions. اول حاجه في الدريمز and hypnagogic states حالات التدريب 100% في الاحلام بنسمع ناس وتشوف ناس ومفيش حاجه خالص ولا هلوسه. بس هلوسه ايه؟ والهيبنوجوريك ستيت انا عاوز اشرحها لكم بتفصيل اكتر شويه. اللي هو انت داخل في النوم او انت طالع من النوم ساعات بيحصل لنا. يعني انت مثلا تروح لواحد واحد صاحبك وبعدين هما بيتكلموا العز تنام وبعدين صاحبك عشان تمشي تقول له انا فين انا فين حاله من المخبطه. يعني مش قادر تدرك المكان اللي انت فيه بيحصل لنا كلنا. وانت داخل في النوم وانت صاحي فجاه تحس عندك كونفيوجن كده مش تريان انت فين نسيت انك كنت جبت صاحبك وان النوم ده مش انت عنده وهما بيتكلموا. دي كلها حاجات طبيعيه تبقى في الاحلام والهيبنوجوريك ستيت دخول النوم او الطلوع من النوم لو حد صحاك. سيفير ايموشنز عندنا امثله فيها. انا فاكر مره زميل هنا استاذ في الدكتور اسكندريه مات ابنه ثلاث سنين فروح من عزيز. فانا فاكر طول ما احنا قاعدين بقى بالليل الولد بيد عليا سامعين صوته على فكره بيبقى سامع فعلا فطبعا هديته ايه ايه يبقى ليه سامع صوته؟ يعني سامع صوته ودي بتحصل على فكره انت عاوز تعرف لمده ست اشهر بعد فقدان عزيز. يعني زوجة او زوج اذا كان عزيز يعني اذا كان عزيز اذا كان اسم مش عزيز لو عزيز مات عارف شفيق يا راجل عزيز يا راجل تقعد ست شهور هي او هو يسمع صوتها بتندهله ويقول لك على فكره ده هلوسه طبيعيه حاطينها على النورمال في السيفير ايموشن. اقول لك مثال تاني هما مش شايفينه. واحد يعني قاعد بيتمرن للاولمبياد اربع سنين بقى عمل ياخد الميداليه الذهبيه وبعدين حاله في لحظه سباق قاعدين بقى على الخط مستنيين البيسبول شوت كان بيضرب الخط تبص راح ابتدى يجري وهو ما ضربوش خط من كتر السيفير ايموشن سامع المسدس وهو ما ضربوش نورمال ايموشن لانه اربع سنين جاء بقى للحظه المفصله بتاعت السباق الحقيقي فبيبقى عنده ايموشنز رهيبه فبيسمع حاجات ما حصلتش يسمع ان هو انطلقت الطلقه وهي ما انطلقتش لسه. سيميل ايموشن الامثله كتيره جدا خلاص. والستيميليشن اوف سنس اورجان لسه قايلينها اللي هو المولر زلو لو انا ضربت واحد في عينه بيشوف ايه؟ ضوء او يجي ضوء هل في ضوء؟ يبقى ده هلوسه بس طبيعيه ليش على المولر زلو خلاص؟ لا ده مش ضوء زلو ضوء ستيميليشن ساعات ودنك مسدوده تسمع صفاره كده مفيش صفاره خالص مفيش صوت خالص بس انت سمعتها كل ده طبيعيه هلوسه طبيعيه. رابع سبب سنسوري ديبريفيشن اكسبيرمنتس اللي هو الحرمان الشديد لما تبقى يعني محروم من حاجه جدا يعني تتخيل تواجدها وهي لا وجود لها. يعني واحد هيموت من الجوع فتخيل ان في اكل هيموت من العطش يقعد يجري في جهاز وذهاب ويتصور في ميه هنا وفي ميه هنا ومش ميه ده معروف. طيب نيجي باثولوجيكال كونديشن يبقى اربع اسباب طبيعيه اربع اسباب سيكولوجيه. اول حاجه سايكوتيك ديس اوردرز الامراض النفسيه. الاول عاوز اعلمكم حاجه يمكن لو ما قلتهاش مش هتبقوا عارفينها. الامراض النفسيه نوعان في عصاب وجنون. عصاب ده مرض نفسي خفيف كما الاكتئاب كما الجنرالايز انكزايتي سندروم القلق الوهمي. وفي جنون اشهر مثال ايه؟ سكيزوفرينيا. دول اما بيدخل عليه عيان عنده مرض نفسي عاوز اعرف هل هو عصاب ولا هل هو جنون؟ في ثلاث حاجات بيقول لي هو قال مين فيهم. اذا عنده هلوسه يبقى ده جنون. خيالات مرضيه ده جنون. ديستربنس اوف ثينكينج زي ما هنشوف دلوقتي بعد شويه يعني بيفكر بطريقه غلط يبقى ده جنون. لكن زي حالتنا بيفكر صح مش شايف حاجات لا وجود لها لكن مكتئب او قلقان ده عارف العصاب. يبقى الامراض النفسيه نوعان. ده معلومه ليكم انتم. فخر معلومات عامه. عصاب او جنون. خلاص؟ طيب. نيجي تاني حاجه بقى اورجانيك برين ديزيز. لو في حصل ورم في المخ طبعا هيستيميليت السنترز
ويخليك تشم رائع او تشوف حاجات او تسمع اصوات ولا مفيش خالص. لو في مرض في المخ اورجانيك، حاجه اورجانيك برين تيومر. ثالث حاجه تمبرال لوب بيمسي تاني اهو بقى. يبقى التمبرال لوب ده خدناها قبل كده عشان ده بتاع الذاكره، هننفذ في ظاهره الروح المسبقه وننقله الى الوسيط. رابع حاجه بقى الهلوسيجينيك برايس، عقاقير الهلوسيط اللي هو اول عقار هلوسه كانت ال اس دي. خلاص؟ الناس عقار هلوسه ال اس دي ده لسيرجيك اسيد دايت ثيرابين، احب احكي قصته واعتبرها فخر ده دواء اساسا ضد السيروتونين بتاع البليتلتس اللي بيعمل برضه بروستكشن، يعني هم بيعملوا ابحاث كانت ضد السيروتونين. وقال عملوا حفله ونتيجة الراجل اللي بيشتغل على المادة نسي يغسل ايديه وكل الجاتوه بمادة ال اس دي. خلاص؟ فجاله نوع من انواع ايه بقى؟ اللوز. يقول لك تعالى بقى نمشي لحد ايدي بقى، تقعد تمشي وانت ماشي معاك. لخبطة في الزمان وفي المكان. وفي جوب صغيرة بيقولوها على ثلاث عقاقير المخدرة، يعني بتقول ان في ثلاثة بيتعاطوا المادة المخدرة. واحد بيتعاطى الكويس خلاص، والثاني بيتعاطى يعني حشيش، ده بيعمل هلوسة حشيش. يعني احنا عندنا حاجة حلوة في مصر رخيصة الحشيش. واحد بيتعاطى افيون. مسكتين مع بعض، واحدة نزلوا كل واحد خد الجلاب اللي بياخده ورجعوا تاني اكتشفوا معهمش المفتاح. فكل واحد بيتصرف القصه دي فريق، كل واحد العقار بيعمل ايه؟ بتوع اللي هم الالكوهوليكس بيبقوا هاي اجريسيف، نكسر الباب هو ده الحل. بتوع المورفين بيبقوا جبل جدا، عشان كده السواقين النائم بيحبوا يدوا للسواق يقول لك سنة مورفين، ليه؟ عشان خليك بان خبيث على العربية. ثلاث مليون في الشارع. بتاع الحشيش بص الخور. واسع ندخل في الهلوسة. كل عقار ليه تأثير. عقاقير الهلوسة. أنواع الهلوسة دول بتتكلم. سهل، أنا كده ترك في الفضاء الأولى متمشية مع الحواس الخمسة. هلوسة سمعية وبصرية وشمية وتذوق ولمس. خلاص؟ هلوسة. يبقى لو جالك سؤال هلوسة هتديك ثلاث نقاط، وأحب أحط لك نقط. معايا انتوا؟ ديفينيشن فور دي كونسبشن ويداوت اكسترنال ستيمولس. طب اسباب الهلوسه تكتبها في النظام جدا، اربعه طبيعيين واربعه غير طبيعيين، اربعه فيسيولوجيكال واربعه باثولوجيكال. وبعدين التايبس ماشيه مع الحواس الخمسه. سؤال نمبر الثالث ست تهيؤ. كونديشن نفس ان كل شخص فينا مهيئ لحياه شيئين، ستيمولس وابروبريت ريسبونس. كل واحد يبقى مستني مؤثر معين ويدي عليه استجابه معينه. يبقى ستيمولس اللي هو ستارتنج سيجنال وريسبونس. هنا حتى بدي مثال على طول، ستارتنج سيجنال اللي هو شرط الباب والريسبونس رانينج. زي يقول لك المصادر مثلا اهو، مستني شرط الباب يبقى استيلس معين، مهيئ استيلس معين، ومهيئ استجابه معينه اول ما يسمعها رجله. يبقى ده معنى كلمه سيف. انواع التهيؤ اربعه خمسه. اول ثلاثه انا قلت لك احفظوا مع بعض، ناخدهم المتصادر. بريفيرابلي سيف التهيؤ التحضيري، يعني الراجل اللي داخل مسابقة الامتياز يقعد أربع سنين عمال يتفرج. إيه ده؟ ده اسمه تهيؤ تحضيري. ذا ست تو ستار، يعني التهيؤ للبداية، اللي جاب بقى لحظة السبق فهو قاعد مستني إشارة البلد. ذا ست تو إيه؟ تو ستار. بعد كده ذا ست تو كونتينيو التهيؤ الاستمرارية، يعني وانس ابتدى يجري هو مهيئ للجري بس. مفيش حاجة هتاخد انتباهه غير انه يوصل لخط النهاية، مفيش واحد من الدرجات شد حيلك يا عمر حلوة ولا هيسمعه خالص. عمر ايه؟ مين ايه؟ هو مهيأ لإكمال الصراع، انتبهي غير مهيأ لشيء آخر، مش هيقعد يتفرج وهو بيجري. تمام، يبقى المتسابق مهيأ لثلاث حاجات.
أربع سنين عمال يتبرر ليه؟ بريبراتلي سكن تعالوا تحضير حالة لحظة السباق مهيئة لحاجة واحدة بس، هيسمع حاجة واحدة بس ستارتنج سيجنال صوت البيستون شوت وانس بدأ السباق مهيئة لحاجة واحدة اللي كان. طيب نيجي بقى الاثنين التانيين ما اقدرش اجيبهم من السباق، فعشان كده قلت لك احفظ دول مع بعض وانت جايبهم متسارعين. نجيبهم تفتكرهم ازاي؟ متسارع منتال سيت. حضرتك دلوقتي عندك منتال سيت انك انت مهيئ انك تذاكر سيكولوجي، حبيت السيكولوجي وتذاكر سيكولوجي. فيفوت عليك واحد يقول لك تعب روح السينيور في البيت الساعة 8 كده في فيلم هتقول لا انا والله معجب بالسيكولوجي ومهيئ ذهنيا ان انا هذاكر سيكولوجي. مهم ده اسمه منتال سيت. نيجي سيتويشنال سيت تهيؤ مكاني. هما بيديهم مثال انه المغني في الحمام، الحقيقه كلنا في الحمام زي شيء من التجحيم كده اللي انت عايز بقى تخش مرات نفس المغني اللي بيجعر في الحمام ده لما يقف على الثياتر بقى تهيؤ مكاني بقى تلاقيه يعني ايه خصائص صوته والنغمات مختلفه تهيؤ مكاني. في مليون مثال. رايحين نعزي احد زملائنا في وفاه والده، احنا مش شفناش ابوه خالص، فقاعدين قاعدين في العربيه بنضحك لحد الروح. طب بقى قربنا المكان تهيؤ مكاني بتقول لي بقابل بقابل تهيؤ مكاني. يبقى في كام نوع من انواع السكه اللي بيكتبوا لنا؟ خمسه. هتكتب لنا الرانر في ثلاثة بريباراتوري سيت، سيت تو ستارت، سيت تو كونتينيو. تاني بريباراتوري سيت وبعدين سيت تو ستارت، سيت تو كونتينيو. وبعدين في منتال سيت هتكتب لنا ستادي بس. سيتويشن سيت هتكتب الباث روم، السيجر باث روم او فين فين. حلو؟ شكرا يا عبد. طيب السؤال المرة رياكشن بلان. سؤالين مع بعض يا لذيذ بس يا ربي عشان دخلوا بعض في اللغة. رياكشن بلان الزمن بين المؤثر والاستجابة. تايم بتوين ستيمولس اند ريسبونس. تايم بتوين ستيمولس اند ريسبونس. وانا حاولت اكتبها لكم باسهل لغه ممكنه عشان ما تضيعش في ظاهر اللغه. تعدل عليا طبعا. The pupil has outgone his master. انتوا مين احسن مني؟ دي حاجه فيها شك، في تاني ذكاء تاني حاجات تانيه. انا ما بتلخبط في التليفون ولا في الايباد بجيب حد منكم يعمل لي القصه. وانا زيكم انتوا هيجي انتوا ما حصلتوش. الامانه انتوا في بعض. هو كده. يبقى الرياكشن تايم الزمن بين ايه؟ المؤثر والاستجابه. في ثلاث انواع من الرياكشن تايم. فاكتب لنا ايه بقى؟ اندوف. فاكتب لنا كده. سيمبل رياكشن تايم وبعدين تشويس رياكشن تايم وبعدين اسوشيتد رياكشن تايم. ثلاث انواع. سيمبل بحرف الاس بحرف الاس سينجل نون ستيمولس اند سينجل نون ريسبونس. انا مهيئ سيمبل حاجه واحده بس سينجل ستيمولس وسينجل ريسبونس. ذا بيست اكزامبل از ترافيك لايت. انا في الترافيك لايت مستني حاجه واحده بس لون اخضر واعمل حاجه واحده بس ان انا همشي. ده اسمه سيمبل. عاوز اقول لك حاجه جميله فيه من الحاجات اللي تدل على ان السمع ربنا قدمه على البصر، ان ممكن الاشاره ما تبقاش ضوئيه تبقى صوتيه. العسكري واقف بالاشاره طافيه لما هنمشي هيصفر نمشي. مع ان خد بالك امر خاص لعقل الله. الصوت اقوى بكتير جدا من الضوء. صوت بطيء جدا، الضوء 300,000 كيلو متر في الثانيه. سيربرايزنج كان اخذ للعجب ان الاستجابه للصوتيات اللي اثبات من السمع القادر على البصر احد اثباتها اسرع من الضوء، مع ان الضوء اسرع. يعني
يعني لو كان الاشاره هيصفر نمشي 14% من السعر، انما لو نخضر نمشي 18% من السعر. انا حكيت القصه دي عشان ما تلخبطش الرقمين. الاستجابه للسمع، السمع تقدم على البصر، مع انه فهم التعامل مع العبد ده السمع الصوت اقوى بكتير جدا من الضوء. سربرايزنج لما اشوف الاشاره خضراء يعني بتوصل جدا 18% من السعر، اسمع صوت ورا 14%. يبقى السيمب رياكشن تايم اهم حاجه فيه الاس بعد اس، سنجل ستيمولس اند سنجل ريسبونس. الثانية كما اسمها تشويس، تشويس يبقى حاجة واحدة؟ لا، يبقى أكثر من ستيمولس وأكثر من ريسبونس. أهو الريسبونس. تشويس رياكشن تايم، ديفرنت نون ستيمولاي اند ديفرنت نون ريسبونس. أحسن مثال لعبة التنس. التنس هناك خمس احتمالات. ان الكره تيجي على يميني هاخدها وش بره، شمالي الكره بره، فوق هاخدها كده، تحت هاخدها كده، بره من فوق ما اتحركش. يبقى انا مستني مؤثر واحد ولا مؤثر خمس حاجات. بس عارفهم ديفرنت نود. يبقى تركز لنا في كلمه مش ديفرنت، ديفرنت ايه؟ نود انا مساعدك. وديفرنت نود ريسبونس. خلاص؟ يعني اكثر من واحده معروفه واكثر من استجابه معروفه برضه. كده 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 او اسف اللي طلع واحد. وبرضه سربرايزنج اللي في السمع اسرع من الكلام من الفيجن من الرؤيه. يعني لو احنا مثلا هقول لك احنا هنلعب لعبه سيء، هقول لعبه عميقه بس عشان تفهم المعنى. ان انا لو قلت عدد زوجي ترفع ايدك اليمين، عدد فردي ترفع الشمال، يبقى هي المؤثر صوت. خلاص؟ انما لو رفعت الكارت الاحمر هترفع اليمين، الاخضر ترفع الشمال، يبقى هنا ده الفيجن. الريسبونس للسمع هيبقى 24% من السكند، الثانيه 28% من السكند. خد بالك طبعا التشويس خد وقت اكتر من السمبل. يعني هنا مش حاجه واحده. السمبل 14% بقت 24 وال 18 بقت 28. يبقى مره اخرى السمع الاستجابه ايه؟ اسرع مع ان الصوت ابطا من الضوء. اسوشيتد ريأكشن تايم ربط الفعل المرتبط. وظيفتك تكتب معاني الكلمات. ربط الفعل المرتبط. هنا بقى انت عارف النيتشر بس نوت سبيسيفيكس طبيعه المؤثر وليس ماهية المؤثر. النيتشر طبيعته المؤثر. هقول لك مسألة حساب وانت تديني إجابة. فأنت دلوقتي مهيأ لإيه؟ أنا قلت دلوقتي مش مهيأ لحاجة معروفة، أنا إن عارف إنها هي مسألة حساب. 11 في 16 بكام؟ 176. 11 في 13 198. يعني اي حاجه تضرب اي عددين يتضربوا في 11 اجمعوا وحط رقم في النص. 18 11 198، 11 16 176، ف 14 154. في حاجه اسمها هيومن كالكوليتور بره بعمل لكم حصه عليها ازاي تحل الحاجات بسرعه جدا. حاجات تقيله. اي رقمين يتضربوا في 11 النتيجة ان تحط ما بين الرقمين حاصل جنبهم، هو دي الإجابة. إيه الخيمة دي؟ رياكشن تايم لذيذ صح؟ ديفينيشن كانت هو إيه ديفينيشن؟ هو اسمه تايم، تايم ما بين إيه وإيه؟ ما بين ستيمولس أند ريسبونس. لو قلت سمبل يبقى هنا سنجل نون ستيمولس أند سنجل نون ريسبونس، لكن لو قلت تشويس، تشويس يبقى سنجل يبقى different known and different known responses. لو قلت associated I don't know the specific، لا اعلم خصوصيه، but I know the nature of the common stimulus. لا تسأل في حساب. I know the nature and not the specific. طبيعه وليست خصوصيه مؤثره.
عشان كده انا بدات معاكم سيكولوجي قلت انه ده اصعب ان احنا نضيع وقت بقى في الايه في المين كانت اكس والدكتور لازم يبقى لابس حلو مع اكس اللي مريضه وكان مفلل عاوزين انتوا كام تعالوا لي بقى هنخليها في السنه الوقت ده باذن الله اتنشن اتنشن ده اسم الموضوع هنا بقى ايه الفرق بين الاتنشن والبرسبشن اللي هو مش كده ان انا هفوكس concentrate. Focus and concentrate on one or group of selected. Selected. سمعنا أي حاجة تبدأها. Focus or concentration on selected. مش ده السؤال. أنا لما بيجي السؤال بكتب لك فيه. بساعدك بكذا طريقة بخطط عشان أندرو. بكتب لك الأسئلة عشان تبقى عارفها إن كيس أندرو طلع ناجح. لا هو أنا ألف أحسن ولد. Three important characteristics are attention. في ثلاث خصائص للattention دول مش سؤالش. تعرفون الجنسيو. إنه improves mental processing. بيحسن من الأداء العقلي. Definitely. لما تنتبه مش هتغلى على أداء كتير. زي ما قلت لما تشتري حاجة يبقى ده الاسم هل دي باناسونيك ولا حاجة شبهها؟ يبقى بيمكن ان انت تيجي تيكس افورت ياخد مجهود بيلاقي ساعات واحد من كتر الانتباه وعمال يحفظ ويقول انا مش فاهم ولا مش عارف تيكس افورت ازاي برسبشن يعني احنا قاعدين طول النهار وبنتفرج ممكن 24 ساعه ادراك ما بتتعبش انما انت اقول لك انتبه ياخد خد بالك مش قادر كفايه كده بقى نقفل الحصه بقى كفايه مش كلام زي ده. نقعد زي ما انا اخد كده ما عنديش حاجه اعملها ما عنديش كده هسيبكم طب واعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ ثالث حاجه the resources are limited. مقدرتك على الانتباه محدوده جدا. بمعنى معظم الناس يقدر ينتبه لحاجه واحده بس. يعني لو انا منتبه لك لو انا منتبه لحاجه معينه بكتبها يبقى تركيزي في الحاجات الاخرى قليل. طب هل يمكن التركيز في حاجتين بس على شرط واحدة فيهم تكون اوتوماتيك يعني مثلا انا بدق مسامير ممكن اكلمك حاجة بعملها بصورة اوتوماتيكية لكن ما اقدرش انتبه في حاجتين يعني انت اللي بتسألوني ده في وقت عاوز اقول ما اقدرش ازاي تقدر تنتبه بشيء واحد حتى المثل يقول لك ابو بالين كذاب يعني ما تقدرش تحط مخك في حاجتين وابو ثلاثة ابن كلب. المثل كده وانا باون عندي هو المثل كده. سابوش ده مصيبه جامده قوي بس انا بحاول اهونها عليه. فاهم كويس؟ لاس اوف اتنشن ده السؤال النمري الخامس قوانين الانتباه ده منفرد اكتبي جنبيه مش هيجوا كلهم يعني يجي لك واحد بس في خمس قوانين اول واحد سيلكتيفيتي اند اتراكشن اوف اتنشن جذب الانتباه كده بالعربي معناها جذب الانتباه ايه الاكزاكت اللي هتدي ادفانتج تو وان ستيمولس حتى انا كاتب تطبيقها ايه تكتبي ادفرتايزمنت الراجل اللي هو بتاع يعني دعاية حلوة زي طالب بيراعي مش عارف ده أكتر واحد بتاع دعاية في مصر اللي هو عنده القاهرة القاهرة والناس القاهرة اللي هو قناة الناس اسمها القاهرة والناس ده أكتر واحد بيعمل اللي هو دعاية في مصر أهل واحد يعني عنده قناة هو بوحده وعنده فيلا كانت في الجونة عزمت فيها مرة وعينها ستشوف كنا كتير ورا طيب فأنت لو يعني لقيت الطب مش ماشي معاك وخلاص اشتغل في الدعاية طلعت عشان نقطة دي وعملت مليون بتعمل مليون شوية فلوس يعني الإعلان الناجح يجب أن يتميز بالسبع حاجات دي حاجات في حاجات برضه خد بالك نفس الجمل تقريبا يعني في حاجات في
في دار حاجات وبيرسون، بس هنقسمها تقسيمه مختلفه، اكسترنال فاكتور و انترنال فاكتور، اللي هي تقريبا اللي هي حاجات في اللي هتنتمله وحاجات فيك انت، يبقى الانتباه بيعتمد على الشيء اللي هتنتمله وعليك انت. نفس التقسيمه تقريبا بتاع البرسبشن بس معدود مختلفه. بدل ما نقول فيجرال هنقول اكسترنال فاكتور، وبدل ما نقول بيرسونال هنقول انترنال فاكتور، عشان نعمل شكل بعض شويه. اكسترنال فاكتور اول حاجه intensity of the stimulus. يقولك الاليفنت دي مثال غريب طبعا هياخد انتباهك من الدبان واقف على الاليفنت. ده مثال غريب. طبعا المثال اسهل من ذلك. انت ما بتيجي تحط دعايه في الشارع كل ما تطلب لوحه اكبر بيحاسبوك ايه؟ ايه؟ عشان دي هتنتبه ليها الناس اسهل. انما تحط لي لوحه قد كده دكتور في حارة مش عارف ايه الدور الخامس مفيش اسانسير. مين هيشوفه؟ لو الدكتور مش موجود. يعني اذا 100% سايز مهم. سايز. طيب الانتنسيتي. نيجي للبيتيشن. قال لك ليه نحن نتنبه لصوت التليفون ولا نتنبه لصوت الالارم المنبه؟ التليفون متقطع. انما الالارم يضرب على طول تنام انت عليه. عشان كده دلوقتي على فكره كل التنبيهات الجديده عملوها متقطعه. لان بتوع السيكولوجي قالوا لهم الريبيتيشن لازم تصحى. يعني يضرب ويقف يضرب ويقف يقف تليفون. انما يرن على طول عادي وانت بتهربت في الكلام العربي. ريبيتيشن. انفاميلاريتي. الخروج عن المألوف. يعني فاكر المحل كان بتاع ايس كريم ما كانش كبير زي ما في مصر هو سلطانه. فتح في اول مجال فتح كذا حاجه. اول ما فتح بقى عشان خاطر ياخد انتباهنا المحل فتح في حد ياخد بقى جاي الكلاب بقى العربيين طويل قوي. فانت ماشي في الشارع كل الناس كده ليها طول واحد يطلع اه طويل قوي. فانت تبص الله ده كان جه محل فتح يبقى خرج عن مألوف الامر. اقول لك حاجه كل الاعلانات دلوقتي امر فاميلياريتي بحيث ما بتبقاش فاهم هو الاعلان على ايه. خلاص يعني بنت حلوه وعايزين يوصل هو قاعد بقى يتوقع نقطه مريم ده يطلع الاعلان على مشروع. يعني كل الاعلانات تقعد فجاه مش عارف الاعلان ده بيعلنوا عن ايه. لا ودي دي بتجذب الناس اكتر. لكن لو قلنا بس مريم ده مشروع عظيم كان في مش هتنتهي. يعني انا فاكر في اعلان لمرسيدس قوي قوي فجاه تلاقي التلفزيون اكستريم بلاك يعني فجاه تتهرب التلفزيون الارسال قطع وتروح سامع صوت قفل باب المرسيدس. خلاص؟ وبعدين يقول لك يروح منورة تاني يقول لك ده صوت الكلوزنج دور بتاع المرسيدس كار. ده بقى محترم مش أي عربية بتهدم. يعني حاجات خروج عن مألوف ما تخلي الناس تنتبه. أنت طلعت حسيت الشاشة ومقلي كده الإنسان قطع تروح سامع الصوت ده يروح يديك الإعلان. كل ده اسمها أن فاميلياريتي. كل الإعلانات النهاردة ماشية بالأن فاميلياريتي. فكرة بقى إن يقول لك ده كويس هزش فيه وحلو قوي ده كلام فارغ. واحمد حلمي بقى هو متشعبط هو ومنى زكي في العربيه والعربيه بتجري و احمد حلمي اللي هو الاعلان بتاع الشغلانه فاكرين زمان. المهم بص في كل الاعلانات كلها تتميز بايه؟ ده من الحاجات المتوقعه المعتاده لن تاخذ الانتباه. لكن لما تبقى حاجه غير متوقعه تاخذ الانتباه. تشينجبيلتي دي احسن مثال فيها في الفليكرينج. لما واحد هيحاول دي خطيره عشان اللي جاي بسرعه ما يضربش فيه فتلاقي فليكرينج. خلاص الصوت اللي هو بين يطفي ولا ساعات بيعملوها في الاعلان. ساعات في الاعلان كده في جامعة الدول العربيه تلاقي الشاشه الكبيره اللي هي السكرين تروح طافيه ومولعه كذا مره وبعدين يديك الاعلان اللي هو عارفه. ده اسمه فليكرينج. يعني هو لو ظهر الاعلان فجاه مش هتاخد بالك انما فجاه تلاقي الشاشه ايه؟ نورت طافت كذا مره وراحت مديها الاعلان فتاخد انتباه الناس. كل دي وسائل اعلان. كونتراست طبعا عشان يبان الفيجر في وسط الباك جراوند لازم ده فاتح وده فاتح ما يكونش الاثنين متقاربين اللي مش عاوز اشرحه. كومبينيشن اوف سنسوري ستيمولاي. يعني ليه الاعلان في التي في مور اتراكتيف على الراديو؟ لان في الراديو بتسمع بس انما في التي في بتسمع وتشوف. طب نمره سبعه بقى ان نلم كل دول مش نعمل واحده منهم. يبقى الاعلان في يعني انكلاريتي وفي نفس الوقت الاعلان ضخم وفي فري
الكريم في كل حاجة يبقى أنجح في علاجاته. يطلب الصحابة الطبيب. Internal or individual factors. The general characters within world factors. ليش حتى كاتبين واحد مش كاتبين الاثنين ايه؟ انا طبعا اني عارف الكلام فعارف العنوان الثاني كان مفروض يبقى ايه؟ ما اقتنع كتابي على الله. جنرال فيزيكال الاكيوتي اوف فيجن اند هير يعني واحد نظره على قلبه ده ماشي بالشارع هيتنبه لاني انا مش هتنبه مش هو شايف اساسا شاف حاجه يبقى حده في البصر والسمع مهم الشخص اللي هو عنده بصر قوي وبيسمع كويس يبقى انتباهه احسن من شخص عادي ده جنرال فيجن. منتال انتليجنس اللي هو الذكاء يعني واحد يقول لك مثلا مش شايف حاجه جديده في وش النهارده بص واحد زي ده وفي واحد في اول لحظه الله غير نظاره حط حلقه الشنب يعني بسرعه الاخر ويتم انت مش حاجه بتغيرها ابني في شنب انت يبقى الانتليجنس مهم. عندي برضه واحد صاحبي ذكي يدخل لو غيرت بس يعني حته فيرنتشر بكلمك قوي يقول لي دي ما كانتش هنا دي كانت هنا وواحد تاني داخل دي ورا في مصر ظابط بوليسي واخد له طبق فوق على الصوت واحد في وشه يبقى بنت. نيجي تاني تراجي فاكتورز في عوامل بقى مش جنرال مش بيرمنت فاكتور عوامل هتتغير فيزيكال فاكتور لو واحد فرش واحد سخن النهارده فيقول لي معلش انا بس الفرق ما فهمتهاش كويس كنت سخن بس اتصالي هركز كويس ان انا كويس مش سخن يبقى دي عامل مؤقت ان انا واحد فيزيكال سخن. ايموشنال ديبريس بيرسون از جاست اتاك يعني واحد يخس فانا هيقابلها امبارح وراح جاب لي ورد ب 5 جنيه وراح اتوقع في ميدان التحرير وما كانش وراح يرجع عند كتير الراجل قال له مش هيك فلان يا ناس يسال ايه يا معلم؟ اجيبه كده وخمسه اثنين اروح تاني اخد شرب ميه عليه يلا يبقى ديبريس بيرسون بس دي باذن الله لما تقابله المره الجايه هيبقى زي الفل هيركز معاه بس. طيب وبعدين الست تهيئ حضرتك جاي مهيئ تسمع ولا دماغك في البوكيه؟ لا والله بس دي بروتكت ربنا باذن الله يوفقك وكل الحاجات دي هتتغير ان شاء الله. تاني يوم على سؤال واحد شيفتنج اوف اتنشن تحول الانتباه انتبه تحول الانتباه للمعاني متقاربه لان هنيجي نمره اربعه ديستراكشن اوف اتنشن تشتت الانتباه دي كلمه تاني خالص يبقى التحول والتشتت اكتب اكتب عشان ما تقعدش تروح. It's a constant character. يعني تحول الانتباه لحاجة ثابتة في الانتباه. لماذا يتحول الانتباه؟ لخمس أسباب. Spontaneity يعني التشبع. يعني أنت قعدت تذاكر فيسيولوجي زهقت من فيسيولوجي خلاص تشبعت وقلت الله يذاكر مرة. لا أنا آسف ده اللي أنا شرحته ده السنتيشن. السيتيشن اللي هو التشبع. سبونتينستي هي التلقائية. يعني ربنا عامل عندنا حاجة اسمها ليت نيوكليس. اوتوماتيكال تخلي الشخص عشان يبقى التلقى. يعني عامل صورت فيلم فيديو حتى الناس صح؟ دي كاركتر فينا التلقائية. إن احنا نتحول في الانتباه يعني ما تقدرش واحد يقعد طول الوقت. حاجة سبونتينس تلقائية. سنتيشن هي التشبع، تشبعت الفيسيولوجي رحت داخل على ايه؟ على الفايروس. مونوتوني كسر حتة الرتابة. قال لك الفيسيولوجي والفايروس فيهم رتابة جامدة. تحول اخيرا انا تكسر حتة الرتابة. فتيج التعب انا لا بذاكر بقى لا انكتبي ولا باي ولا فيسيولوجي بقى خلاص. تعبت بقى. فتيج. اكسبلوريشن اتشابت اي حاجه كومبلكس يبقى اندرو اكتب لنا الاكسبلوريشن دي لما تبقى حاجه كومبلكس لما اشتري جهاز معقد كمبيوتر ففي الاول شفت الهارد ديسك وبعدين لازم اتحول اتفرج على السكرين شكله ايه
فأنا أتفرج على الكيبورد. يعني هنا تحول انتباه بغرض اكتشاف حاجة معقدة. فأي حاجة معقدة لازم تحول انتباه عشان تكتشف عناصرها. يبقى لماذا تحول انتباه؟ نمرة واحد تلقائية. ما تلقاش واحد يقعد كده يكلم واحد وخلاص على طول، ده مش كده. لحتى هو بيكلمه بص يعمل كده ويرجع له. حاجة فيها تلقائية فيها. ساتيشن تشبع. نضطر كسر حتة رتابة. فتيك التعب. اسبوريشن لما يبقى حاجة كومبلكس. فلكتويشن دي الوحيدة اللي ما بتجيش اللي هي التموت. يعني حتى وانت مركز معاه في السيكولوجي الانتباه بيتنوع بيزيد وبيقل. دي كارثه الانتباه. عشان كده ساعات لما تبقى حته مهمه ما انا عارف انه 70 يقول لك من فضلك خد بالك. ده اللي جاي ده حاجه مهمه ليه؟ عشان الناس اللي هي في الموجه الراضيه تعلى تاني معايا. لان انا فاهم ان الانتباه فيه من ضمن قوانين الانتباه المتنافسه التنوع. يعني حتى لو انت انتس حاجه عاوز تسمعها ما تختارش تقعد بنفس الثبات طول الوقت. بس دي ما بتجيش سؤال. ديستراكشن والاتنشن. انتي تشتت الانتباه. تشتت الانتباه. انت نيجاتيف اسم تو اتنشن الوجه السلبي للانتباه. انك انت تسيب الاستيمولس الاساسي للسبسيدير ستيمولس. المؤثر غير اساسي. ليه؟ بسبب ايه؟ يا حاجه اكسترنال حاجه انترنال. ساوند. يعني الناس قاعده في بيوتها بتتفرج على التلفزيون والست بتطبخ كل حاجه فجاه صوت حادثه في الشارع. كل الناس اللي بينا راحت البلكونات شوف ايه اللي حصل. يبقى هنا ايه اللي خلى يحصل تشتت في الانتباه؟ حاجه من بره صوت ايه؟ ساوند. تبقى جنبيه عشان تعرف المثال مثال يسهل لك حاجتها. انتبه. بتذاكر وفاجأة كده حسيت بنقص في الأمور بقى أنا لازم أكل بقى يبقى حصل تشتت أو بين فاجأة أي ألم منتال ديستراكتابيلتي ديسكاس ليتر هنقول إيه الحاجات اللي في مخك اللي تخليك تتشتت انتباهك بعيد سؤال هاو تو إليمينيت ديستراكشن إزاي أنت تمنع تشتت الانتباه قال لك في أربع حاجات واحد يعني انت بتذاكر كده بعد ما تمر النظره في الشباك ايه ده ايه العربيه دي فانا كده رسمت فالحال بقى لا انا مش شباك اجيت من قدام ايه مستقبل السياسي ما فاتش شباك انا بدات اذاكر بقى الشباك ده مش واقع ومعقول الاضاءه مش كفايه في الروم يبقى انا افتح الشباك بقى واركز في الايه بقى اللي انا فيه بقى لا احط اكس لا يفوت انا هصحى بقى دلوقتي مفيش عماره صادمه اساسا خلاص اهو نيجاتيف ادابتيشن مفيش عماره مفيش من السيمير ده يعني حاولت اركز مفيش فايده انا اتجاهل الموضوع مفيش فايده برضه ما تيجي تسافر معايا يبقى تاخد الدستراكتنج ستيمولس تحطه بارت اوف ذا جوب ما تيجي ده سايكولوجي بعيد قوي تعالى اقرالي تشوف السيكولوجي اقرالي اسم كده كومبينيشن اوف ذا ديستراكتنج ستيمولس انفيزيتور ان ذا مين باس يبقى ازاي احنا نتغلب على تشتت الانتباه الاول لما نخلص من حاجه بتشتت الانتباه كيف الشباك او لو هم مولعين التلفزيون بره وانت بتذاكر ارفض التلفزيون مش عارف اركز ارفض التلفزيون ارمي الشباك وبعدين طلعت هم لا مش هتقدر تطفي مثلا في صوت في يعني حاجه ما يمكنش التخلص منها يبقى راجل مثلا في الشارع توفوه الله في قراءه قران مش قادر احملوه بطلوا يبقى انا اركز اعمل ايه سالفه وبعدين نيجاتيف يبقى تجاهل مريد ستيمز مفيش تعالي نذاكر خالص خلاص دي الاصل سستينابيلتي او انتباه المنتقل اكتب 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 ما تعتمدش على الذاكره بدون الانتباه المنتقل يعني قوي شو يقول لك نيران منتقله يعني قوي عكس الديستراكشن وعكس الشيفتنج والاتنشن opposite to shifting and distraction. It's needed in studying. محتاج انت الانتباه المشتت ده في المذاكرات.
ايه الفاكتور ذات هيلب سستينابيليتي؟ واحد الانترست. لو نجح الشارع في انك تحب الحاجه هتبقى انترست، هتاخد بالك منها. قرعت فيها على الكلام ده مش هتنتبه، يبقى انترست. كيوريوسيتي اللي هو انشغل فيه، ان انا بتفرج على فيلم وفي سسبنشن، في حاجه هتحصل وانا اقول له الغدا، لا لا مش كده مش كده هيحصل، ايه ده يا حوار روايه وبتفضل مستني بقى الوقت تيجي الحته المهمه، ايه اللي حصل؟ يبقى هنا الشغل كيوريوسيتي. وبعدين بانشمنت اند بريز ده اللي بيستخدمه الوالد، مش هتجيب نمره كويسه، مش هتصايب، ومش هتبقى مبسوطه، وانا بهدلك. او العكس بريز اللي هي المكافاه، تجيب نمره حلوه، هتسافر بره، هتجيب لك عربيه، هتنوعك. يبقى انت ليه كنت تابع؟ بسبب خوف من البانشمنت او العقاب والثواب. ده معناها العقاب والثواب. ديس اوردرز والبنشن دي مش مهمه قوي يا شباب. هايبرباري بروسيكشيا اللي هو ابنورمال هاي اتنشن ويتش مينين تو اكزوشن. انا بحب بس اعقب حاجه، سبحان الله الاتنشن الرهيب ده مش شرط في الناس الاذكياء، ده في الناس الهايبومانيك اللي هم يعني تفكيرهم بسيط. زي كنت عملت حلقه في التلفزيون عن التوحد اللي هو الاوتيزم. في بعض انواع من الناس المتوحدين دول مش واخد بالهم اي حاجه، يبقى عنده تركيز مهم جدا. وقلت ان احسن فيلم اتعمل على التوحد اللي هو رين مان في سنه 1988 اللي هو بتاع داستن هوفمان وتوم كروز، فاكر راجل مطر رين مان؟ تبقى تشوف الفيلم ده جميل قوي. فده راجل هايبوماني، كان تفكيره بسيط خالص على دور التوحد، بس ذاكره رهيبه، يعني يقدر اي حاجه تطلع في دماغه، انتباه رهيب. وكأنما المسج من الله ان لو كان عندك قوة انتباه ما تتخذش لنفسك. دي كيتس من ربنا وتبدأها حتى الناس بنعتبرهم احنا ضايعين هيبومانيك. لا تفتخر لا بذكائك ولا بقدرتك على الانتباه، هذه كلها عطايا كيتس ادها ربنا للبشر ومنحها للناس اساسا مش اذكياء، هيبومانيك. ان اتنشن بسبب ديبريشن، ديبريست فمش قادر تركز او اساسا في غيبوبه اوفر. ديستراكتبيلتي اللي هو قلنا بقى هنحطها مع السؤال، ايه اسباب الديستراكتبيلتي؟ بريكوبيشن، يعني في حاجه شاغله بالك مخليك مش قادر تذاكر، في موضوع شاغل بالك منعك من انك تركز، حاول تخلصه الاول. او الاوبسيشن الوسواس الخناس، صح؟ مين سواس اللي انت عايز سبت الباب مفتوح بتاع العربيه دي تتسرق، فتقول انا لازم انزل اشوف العربيه انا هقتله ولا مش عارف اركز. في سواس ان انا زي حاجه او فلايت اوف ايدياز اللي هو زي اسهال فكري، زي ايمي الشلبي فاكر لما كان يتكلم وهو مثلها جدع 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 عم بس بيقول ايه يعني فلايت اوف ايدياز بيتكلم في كذا حاجه في وقت واحد. فما فيش طبعا تلاقي فايت بايديس دي اسباب الاستراكتوري. بس دكتور مسايا لا 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 لا